أكبر أهلا وسهلا لضيفنا لليوم الفنان نفادي بدر مع أغنيته الجديدة يلي هي تحت عنوان أبو علي. ألف مبروك أكيد لفادي بدر اللي صار له فترة منه عامل أغنية جديدة، ولكن رجعنا بهالأغنية الغير شكل. أغنية فيها كتير من المرح، فيها كتير من الفرح، فيها كتير من الدبكة مثل ما شفتوا، فيها كتير أخبار هذه الأغنية. بدنا نقول أهلا وسهلا فيك فادي، اشتقنا لك كتير وألف مبروك هالأغنية الجديدة. يعني ما رح عدد الأغنيات اللي عاملها لأنه اسم الله الألبوم والأغنيات كتار كتير. شرفتنا حبيبتي ديانا. هلا تمار. هلا. هاي الغنية مثل بيقولوا صمنا وفطرنا صح. هيدي تاني عمل مع كنوز برودكشن. غنية اجت بالصدفة، سمعني اياها المايسترو روي توما اللي بنوجه له تحية، هو معنا بالتصوير. سمعني اياها وقال لي هاي الغنية الهيت اللي لازم انت ترجع فيها على لبنان، يعني لأنه أنا فترة الأسطورة الناس الطيبين أنا وبلال زبارة صورنا كليبين قبل هاي، وعملت رجعت الدورية أنا وروي والشباب، بس الكامباك كانت مع كنوز بأبو علي. الفكرة من أبو علي أنه دايما نحن بنسمع أنه أبو علي أنه يعني فخامة الاسم تكفي. فروي قال لي ليه ما بنعمل شيء أبو علي، أنه أنت عم تغني لأبو علي اللي بحب الحياة وكذا، لو هو تاف لو هو قبضاي، بس أنه أنت كمان تاخده لناحية أنه الفن العالم تتعاطف معه كمان شوي، تتعاطف معه وكذا. أنه آخر شيء إذا بتلاحظوا، بوجه تحية للنجم الكبير وحش الشاشة خالد السيد اللي هو أدى دور أبو علي بطريقة غريبة وبتالنت عالمية يعني. كل اكيب العمل اشتغلوا من ألبوم. الغنية وصلت مثل الفكرة اللي حطها بلال، بوجه له تحية بلال زبارة اللي هو مدير كنوز باي ذا واي. الموسيقى روي وفادي جيج اشتغلوا عليها لحتى تطلع فريش. هذا اللي حبيته فيها. انا اللي حبيته بالكليب غير الاغنية وجود اولادك معك. إيه؟ ستيف وفادي جونيور. ايه منوجه لهم تحيه كثير كبيره. حبيبه قلبي، حبيباتي، ابطال بالكليب، رفقاتي. ايه ابطال الكليب هني وزوزة كمان. كمان زوزة بتكون بنت اخته لابو كنوز اللي هو كنوز برودكشن، البنوت الصغيره المهضومه كثير، البنوتي. العمل اجى فيه شوي هيك تاتش انساني، نحن مبسوطين. عائلة. وبلال وبلال بيعرف ياخذ الكادرات، يعني بياخذ تفاصيل. مين اللي اقترح انه اولادك يكونوا معك؟ بلال زبارة. يعني قال لي بلال، قال لي بليز بدي اياهم، يعني بدي هذا الصغير وبدي الكبير. هن بحبوا الفن، هن عندهم من كاركتيرك شوي. الكبير عنده خفة الدم على المسرح. ايه الصغير. واضح. الكبير الكبير كلاسي، قال لي بدي اخذهم مثل ما هن، يعني الكبير بيهتم بتفاصيل شعره، بيقول له للستايل الهير دريسر تبعي انا، هو الهير دريسر تبع الاولاد، بيقول له انا ما بدي. الصغير بيقول له بدي مثل بابا دغري، يعني مثل فادي، ما بيقولوا لي بابا يعني، ما بيعذب حاله. ايه الكبير بيقول له ليك بليز بتعمل لي ما بعرف شو، بتقلب لي اياهم. فقال لي بلال زباره، قال لي هيدا الصبي على الصغير فوتوكوبي. كاركتير نو واي يفوتوا على الفن، نو واي. اوكي حلو. ليش من شو عم بتعاني؟ بدي طلع، بدي خليهم يطيروا بالجو. ليش انت عم بتقرر؟ نحن هلا ما بقى نتدخل. يطيروا بالجو يعني قصدك بايلوتس او يطيروا بالجو؟ بايلوتس. على بالك انه يكونوا بايلوتس؟ اكيد. والله مهنة حلوة وعم يدرسوا هيك. عم يعني عم عم بتحضروا، بس ما بعد كم سنة حيبطل في بايلوت، ما بكبسة زر حتطير الطيارة يا فادي. ما بعرف، ما أنا أي أي نحن بعدنا مش ديجيتال، دقة قديمة 100%. طب فادي حابة أعرف منك، تصوير هالفيديو كليب كان بلبنان كان خارج لبنان؟ لأنه شفنا إنه في دبكة، في هالأصول اللبنانية اللي معودين عليها. هي بوجه تحية كمان لهيكل بعلبك، هالفرقة العظيمة طبعا اللي أنا بوجه لهم كل تحياتي، أنا وفريق العمل كله. تعبوا معنا كتير الشباب، أخذ وقت كتير كبير، صورناه بالبالمز ذا ليجند. في أكيب عمل كتير كبير اشتغل معنا، بوجه تحية لكل فرد اشتغل معنا وتعب معنا. في إيدي لجرون، إيدي لجرون ون أوف ذا بست دي جيز، بنوجه له تحية.
إيدي يصور من قلبه بحب. وجوده بيضيف نكهة خاصة جداً فعلا. حتى حييه. حتى نحن هو عم يصور بلال يطلع فيه ونضحك. بوجه تحية لروجيه غنطوس الدي او بي العظيم، كلهم اشتغلوا من قلبهم. اوكي. البرودكشن كان كتير كبير. وهيدا نعمة من ربنا انه يكون في شركة كبيرة مثل كنوز بظهري. الشركة مش عم تمزح. اوكي. يعني في صعوبات تحديات صاروا وقت التصوير او هيك نهفات مهضومه؟ نحن بنعرف دائما انه وقت نصور كليبات دائما مع الفنان بيصير شيء قصه ما بيكونوا متوقعين ابدا. وانت نهفه بحد ذاتك فاز. نهفه وين؟ يلا بلش لنا يا بلال زبارة. انا رايح العب فوتبول. يا فادي اذا بتريد ما تلعب فوتبول يمكن يصير لك شيء. قلت له انت ليه عم تنق علي؟ ما حيصير لي شيء. ليه عم بتفول عليه؟ ليه عم بتفول؟ قمت انا اتفقت انه انا والسي او والشباب انه نروح نلعب فوتبول، كلهم ما قبلوا. عمين عصابه ما قبلوا. قمت انت قبل. قمت انت تحديتهم ورحت. كلهم احنا متفقين نروح. قاموا طنشوني كلهم. انا اخذت الاولاد ورحت لعبت فوتبول، ولد صغير هالقد اجا وشاطني على اجري من هون. لا تتعلم يعني تسمع الكلمة. شاطني عبطة إجري. دقيت للدكتور قال لي إن شاء الله ما يكون صار عندك مزق. إذا صار عندك مزق هيدي بتظهر، اللاعبين عالميين بيظهروا من الملعب. شو في؟ قلت له حجرت. قال لي عندك مزق، ريحها ونام لفوق وكذا أخبار. ما رديت، رحت قام شافني بلال عم بعرج. قال لي خير؟ كان بعد ثلاثة أيام التصوير. قلت له ما في شيء، ضربة صغيرة من الفوتبول. قال لي من الفوتبول؟ قلت له ايه بس ضربة صغيرة يعني. ايه قال لهم الشيخ روح يجيبوا له ادوية. رحنا. بالليل بطلت اقدر امشي على اجري. يومين معلق اجري على اساس شو؟ انه ما حيصير لي شيء. رحت على العكايزات على التصوير. مين ما يشوفني حرام هذا شو جاي يعمل هون؟ فادي انت مش شخص مسؤول بالحياة يعني اجمالا؟ مسؤول بس هذا نصيب. يعني انا منيح صار لي انا شيء ما يصير لاولادي طبعا. منيح لي ما صار شيء كاتاستروف يعني. انا ما صار شيء كاتاستروف بالتصوير. بس بتهون الاشي على حالك انت. ايه بالتصوير صار يصرخ بقى بلال زبارة انتبه. بوف اكلنا ضربه تانية، رحنا عملنا ابره لنمشي. لنقدر امشي انا. بس حابه اعرف اليوم بوجود اليوتيوب والسوشيال ميديا والتيك توك وكل هالابس اللي عم بيطلقوا الأغنية لحالها، هل اليوم بحاجة الفنان إنه يعمل متركاج للأغنية ويدعمها مادياً؟ أكيد أكيد. شوفي أنا دايماً بقول شغلة كتير مهمة تعلمتها من اللي قبل. يعني دايماً نحن منطلع شو قبل شو كانوا يعملوا. في فرق كتير كبير إنه أنت تكوني ترند وإنه تكوني براند. أوه. لما تكوني براند ما بحياتك حتتأثري بالترانس. انت براند طبعا. يعني حدا مثل راغب علامة ترند بس هو براند. حدا مثل عمرو دياب ترند بس هو براند. اذا ما كان ترند لمدة 5 سنين بيبقى براند. وانا عم حاول اشتغل، مش بس انا، اي شخص بيفهم بالفن لازم يشتغل انه يكون براند. بس ما بهمك الترند اليوم؟ طبعا بكل صراحه انا عامل ترند. هلا هيدي ترند يعني انا عاملها ترند. انا عامل بعمل ردي صغيره بتطلع ترند. ردي صغيره بتطلع ترند. اليوم يمكن واحد يكون ماشي بالشارع يصير معه خبريه يصوروها حدا. هلا فيلم الروبي تبع كريم عبد العزيز، كريمان عبد العزيز عم يصوروا كليب، صوروا فيلم اسمه بيت الروبي. الفيلم عامل مكسر الدنيا. حكينا عن الترند يعني هني حكينا عن هيدي الاب اللي بتعملك ترند. نحن ما عندنا شك انه كل الابس مهمه، سوشيال ميديا مهمه، بس انه تعملي البرودكت اللي هو نحن كلنا برودكت. نحن نحكي مزبوط تعمليها براند. الفا از براند يعني مهما طلع ابس. مين عم يشتغل لك على البراندينج لكينا هلا؟ على البراندينج في ناس كثير عم تشتغل معنا، كثير ناس. نحن عندنا شركه يعني كنوز هي شركه، يعني مبنى الاو تي في صار لنا، المبنى القديم المكلس لنا كله. اوكي. وعندنا استوديوهات لنا، يعني استوديوهات تصوير لنا للشركه لكنوز. كنوز برودكشن هي وحده من كنوز جروب انترناشونال، هي اللي هي عائله ديترجنز بكل العيال بتستعملها.
مش دعايه، هي شيء الناس بتعرفه. نعم. انه الشركه اللي بظهري انا شركه منتجه ما عم تمزح. كيف ما عم تمزح؟ بتجيب لك كل حدا اكسبرت بتقول له انت شو بدك انت، كل شيء تسهيلات لحتى تعملنا براندينج لشيء اسمه فادي بدر، براندينج لشيء اسمه سامر نصر. نحن عملنا غنيه هالقد لسامر نصر اسمها يابي يابي، هالقد غنيه هالقد، مع انه صوته هو هالقد، بس نحن قصد عملنا له غنيه هالقد حتى نعمله براند، مشنا نعمله ترند. وقال له عملناه ترند بيابي يابي يابي، كسرت الارض على السوشيال ميديا، بس ما منطلعوا حفلات. يعني هو بيضلوا يقول لي طب ليش ما منروح على الحفلة؟ بقوم بيقول له أبو كنوز ما بدنا هلأ حفلات. وهو فاهم، هو عم يعمل براند. فهيدي هي، ما فيك تتخلي عن التلفزيون؟ أكيد لا، مهما كان معك تلفزيون بإيدك اللي هو بيقولوا لك كذا، ما فيك تتخلي عن التلفزيون. التلفزيون نكهته غير، بتطلعي الشاشة رونقها غير. الحمد لله. إيه الحمد لله طبعا. انتبهي، وبيطلع كل يوم ناس على التيك توكرز كبسوا 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 كبسوا. شو كبسوا؟ بحياتك قلتي كبسوا على الشاشة؟ انت منحضرك وبلا ما نكبس، يعني نحن منحضرك ديانا، مش لانه انتم اصحابي. بتعرف ليه عم بضحك؟ لانه عن جد بس وقتها تتصفح اللي عم بشوفه ايام بصير بقول شو عم بيصير سيريسلي بعقول الناس، شو عم بيقدموا لهالمراهقين لهالجيل الجديد. في شيء يا غلط. انسيدنت صغيره، انا صرت عارض على ابو كنوز انا وبلال شي 10 تيك توكرز يغنوا، ماشي، بيقعد معهم 10 دقائق، بيطلع بلال زباره بيطلع فيه اثنيناتهم على التليفونات، يلا قوموا، مع انه هول الاسماء مكسرين الارض، قوموا وبيهربوا. وبنبلي انا ساعتها بصيروا يسالوا شو رايك، فكرن انه انا المنتج، عمي انا مثلي مثلكم، ينجولي ما خصني. بيقولوا لي لا، ما بدهم الا شيء يعمل براند. فهمتوا علي شو بقصد؟ اكيد. فهيدي كبسه ما بحياتكم حتشوفوني انا او حدا فنان بيحترم حاله يقولها. رح نكفي بحديثنا معك، منتوقف مع فاصل اعلاني مشاهد لنا. شرفتونا. ترفى وتحب الغزل وتغزلت بيها، حلت شعرها ونزع لحجول رجليها، حنية كلها ودوفه محلاها، يا ربي نظرتها مثل الغزو واستوطنت قلبي. قلبي ترفى وتحب الغزال وتغزلت بيها، حلت شعرها ونزل لحجول رجليها، حنية كلها ودوفه محلاها، يا ربي نظرتها مثل الغزو واستوطنت قلبي مدري الخلق اش وضع في خدودها الترفة، والمشكلة اش ما بست تغريني بالشفة، كل الجمال انحسر بعيونها الحلوة، روحي فدواها العمر فدوى ورا فدوى، وتربعت بالقالب ومعشعشة ببالي، سكنت بريتي مثل هذا النفس مالي، ميت عليها وصرت مجنون رسميا، طحت بعشقها وميتت عليها حرفيا، يمكن كون بسبع ارواح وقوة قادر تحميني، يمكن من سابع سما
صلاتك يمي تقويني، يمكن كون بسبع ارواح وقوة قادر تحكي، يمكن من سبع سما صلاتك يمي تقويني. يسلم هالصوت فادي، الله يخليك. شو حلو، حسينا الويك اند بلش من هلا معك. كثير عم يتساءلوا اذا انت متواجد حاليا بلبنان ولا بمصر، يعني خلقت هيك بلبله وقلق عند جمهورك. لا هلا بلبنان، عندنا بكره عندنا حصرون، عندنا ايفنت بحصرون بالنيكولاس، الاسبوع الجاي بلبنان باللانكاستر، عندي حفله مارلياس بجزين. فهلا هالفترة بلبنان قبل ما سافر تور، عندي تور بكندا. ايه بس انت وين مقيم؟ هلا لبنان. اوكي. هلا لبنان دبي، لبنان دبي. هيك. اوكي، عندك تور بكندا؟ ايه الله راد قريبا. يعني هلا افضل صيفية والعانة. ايه بلبنان هلا قريبا عندنا ايفنتين ثلاثة كثير كبار بلبنان. مع كنوز برودكشن يعني. شو حلو انه الحفلات كثيرة، المهرجانات كثيرة بلبنان، وكل السواح والمغتربين موجودين، فهيدي هيك شوي عم تعطينا ريحة نفسية خلينا نقول. صح، ان شاء الله على طول تضل الريحة النفسية. فادي انت بتغني نايت كلوبز، بتغني حفلات، بتغني حفلات خاصة لإلك، بس صح. اليوم برأيك انت الشخصي الفنان لياخذ حقه أكثر، وين لازم يكون؟ بحفلة خاصة أو بملهى ليلة؟ هو الفنان لازم اول شيء ياخذ خبره، يعني هي الخبره كثير مهمه، وين ما بده يكون المهم يعبي محله، يعني هي الايمج الفنان هو اللي بيعطيها عن حاله. اذا بيطلع على المسرح وبيكون اقل من الوهج اللي هو بده اياه يكون، ما بحياته حينجح لا هون ولا هون. فانا بالنسبه لي لكل مقام مقال، يعني بكون بعرس بغني أغاني عرس، كون بكلوب بغني أغاني كلوب، كون بمطعم بغني أغاني مطعم، بحاول قد ما فيي أمسك العصاية من النص. يعني إذا بدي غني أضرب صواريخ بغني أضرب صواريخ، إذا بدي غني في يوم وليلة بغني في يوم وليلة، إذا بغني كان يا ما كان بغني، إذا بدي غني رديت أنا اللي أنا بعملهم بغنيهم. يعني أنا مشهور إنه بعمل رديت وجديد وعطول. بدنا رديت، يلا سمعنا. رديت، شو بدنا نقول؟ رديت، خلينا نقول ردتين ثلاثة نحن عاملهم أنا، هي يعني عن حوا منيحة عن حوا. لا هيدي اللي البنت اللي بتضلها تقول لك إنه أنا عم بيراقبوني وانا محسوده، وهيدي اكثر شيء على تيك توك، انا محسوده، انا عم بيحسدوني وكذا. لهي البنت انا عامل لها شيء، يعني بتقول ما بتزبط بيانو كثير بس حنحاول. يعني يا حلوه خفي علي انتي والله بعيني، يا حلوة خفي علي انتي والله بعيني، صدقيني ما حدا قريكي الحي ما بتعقص حي. وحدة تانية بتقول حوا ما فيها غلطة ما بتلاقي فيها توك، حوا ما فيها غلطة ما بتلاقي فيها توك، زعلها بتجيب لك جلطة تحرق اللي جابوك. بررم بررم صح؟ تالتة يا حلوة لا تعذبيني أنا الفيني مكفيني، نوح لو عاشر مثلك كان بخش السافينة. بررم بررم مش أنت لا بس يعني ما فهمت انت ملوع؟ لا لا هي لهيدي اللي كيف ليطلعوا هيك من القلب؟ ليش هيك ابو كنوز بيضلوا يقول لي يا عمي خف على البنات، يا عمي ثلاث ارباع اللي بيحضروك بنات وما فيكم بلانا. ما فينا طبعا. لا انا عم بحكي عن هاي البنت، انت ملاحظه تبع
اللي عم بيراقبوني مع الغمزه. لا مش للي عم بي... ما كيف... ما... ايه بس انه ما بتقولي لي كيف. كيف كيف بيقولوها؟ انا ما بتابع ابدا. لا لازم تتابع وقت وانرجي ابدا. هاي تبع تبع هاي السمرة هاي شكل شكل هيدي هيدي عرفتون؟ عرفتها انا عرفتها. هيدول تحديدا كل يوم بيطلعوا للمقهورين مني وبيطرقوا ردي للي عم بيراقبوني. انا كنت عم غير سكربينا من تحت من عند ابو طوني. هي عم تقول انه هي بتكون قايله انه من عايشتي. هي مش من عايشتي. طيب لحظة لحظة هلا شفتك على الكاميرا عملت كم حركة هيك وهيك وكأنك مشروع ممثل منك هينا شو؟ لا لا. والله شو ممثل؟ لكن شو بيقربك بلاد جبارة؟ وشك بيحكي لحاله. ايه بس لا هولي بيستفزوني. تبعول تبعول حبيبي. يعني أنا على طول محسود. يا خي أنت مين قاريك؟ يا خي أنت مين؟ ما فهمت. عندها 15 واحد ولاد خالتك ولاد عمتك بيتابعوك على التيك توك وكبسوا بينبسطوا فيه. عمر الصباغ بكبس معهم. عمر الصباغ بكبس مع مين ما كان مش الموزع. ايه صاحبي يعني هذا مدير عندنا بالشركه بكبس مع اللي عم بكبس. ما عم بفهمه. المهم هدول لما يكبسوا اللي عم يكبسوا له بفكر حاله نجم كتير كبير. فانتوا عم تراقبوني وانا يعني بكذب الكذبه وبصدقها يعني. ايه فينا فينا نفرج المشاهدين انه مثل ما بتقول رديات فيك كمان تطربنا. ايه طبعا يلا طربنا. قول قول اكذب عليك يلا. قليل يا ليت قليل يا وسط ناسك دايما غربل ونقي يا زارع الصبر زارعك غربل ونقي وعملك وسط ناسك دايما غربل ونقي وصاحبك اللي تصاحبه دايما غربل ونقي المركب اللي في يوم شراه وقع اياك تسافر فيه لو كانت حيطان وذهب الموج هيلعب بيه مثل قالوه اللي قبلينا وفادي بدر غنى بيه الورد مهما دبل يفضل عبيره شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا ارسى عليه شوف كنا في ايه وصبحنا في ايه واختار لي بر وانا ارسى عليه انت حبيبي يعني لسه حبيبي ولا حبيبي عشان وانت حبيبي انت حبيبي والله حبيبي ولا حبيبي عشان وانت حبيبي قول يا حبيبي قول قول يا حبيبي قول 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 يا حبيبي شكرا. يعني من الفنانين القلال اللي بيكون فاتح صوتهم بهيدا التوقيت صح؟ الحمد لله عن جد اسم الله عليك. الحمد لله فادي بعد عنا دقيقتين في عنا صديق برنامجنا ناجي من مصر طالب منك اغنيه مصريه ولو انك غنيت مصري. طالب غنية مصريه يعني منودع المشاهدين يلا. و يلا. في شيء بدنا نقوله حابب تزيد شيء عن الحفلات؟ بدنا نقول عن... بدنا نقول انه قريبا الله راد عنا عنا حفلات كثير كبيره ببايكونوز برودكشن. عنا لاونج للشركه. عنا لاونج لاغنيه ابو علي. في عنا ترندات كثير مع سامر نصر اللي هو نجم من نجوم كونوز برودكشن. في عنا شغل كتير كبير لأنه برجع بقول لك إنه الشركة يعني فتحت
لا لا مش عم تمزح يعني. يعني انا حتى الشيخ وابو كنوز بيقولوا لي نحن مش عم نمزح، ولما اجى بلال زبارة نحن عارفين واحنا وين رايحين. فان شاء الله الشرك اللبنانيه تصير بقوه الشرك العالميه مثل يونيفرسال وغيرها. وجه تحيه كمان باسم كنوز برودكشن لزياد كريمي المنتج المميز، وبعزيه بوفاة امه، كل اللي تعبوا معي بشكرهم فردا فردا. اولادي بحبهم كثير، تعبوا لانه مجبورين. خلي لك اياهم، افش خلينا نقول الاسطوره. بسطنا فيك، شرفنا. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي. وبست اوف لك، وان شاء الله صيفيتك مرسي. تكون رائعه. سي يو سون. الله سي يو سون. مشاهدينا بنشوفكم بكره، استمتعوا. يلا يا جامد انت السيطرة، يا ساحر القلوب، يا فل شمع منورة ومدوب قلبي دور. انت الدلع كله، انت الجمال كله، ده انت اللي تقله عيوني برد عليك يا ابو ضحكة سحرانة بالدنيا واخدة. والله خلصانة، أنا مش هعيش غير ليك، أنت معلم كبير، أسطورة من الأساطير، والله من الهدوم اللي عليك يا نبغي، ياللي جمالك خرافي ملهوش ولا وصف كافي، نار قلبي ما يطفهاش ولا عربية مطار، أنت معلم كبير، أسطورة من الأساطير، والله من الهدوم اللي عليك أنا بغير، اللي جمالك خرافي ملهوش ولا وصف كافي، نار قلبي ما يطفهاش ولا عربية ولا بالشقاوة نمرة واحد، كله جنبك ما يساويش، يجوا ايه بس بحلاوتك، سيبهم يا ابني ياكلوا عيش، يتكتب في عينك سيناريو وفي كلامك متحوار، ياللي حبك جوه قلبي يعلى اسرع من الدولار. طب يا معلم يا كبير، اسطوره من الاساطير، والله من الهدوم اللي عليك انا بغير، ياللي جمالك خرافي ملهوش ولا وصف كافي، نار قلبي ما يطفهاش ولا عربية مطافي، ولا عربية مطافي، ولا عربية مطافي. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا، قنوات الأسرة العربية.